الزمالك ملك أفريقيا، الزمالك بطل القرن العشرين، الزمالك أكتر فريق حصل على بطولات في القرن العشرين. احنا دلوقتي داخل استاد غزل المحله، الملعب اللي طارق حامد لاعب الزمالك كان حريص جدا ان هو يوجه لادارته والمسؤولين كده الشكر بعد قضائه كده قرابه شهر ونص تدريبات على ارضيه ملعب استاد غزل المحله اثناء التوقف النشاط كده واثناء الحجر الصحي اللي كان فيه بسبب كورونا قبل عودته كده للتدريبات لحد يعني امبارح كده كان طارق حامد او اول امبارح كان طارق حامد بيتدرب على استاد غزل المحله. لكن لو هنتكلم بقى على اخبار الزمالك خليني اقول لكم ان كل لعيبه الزمالك امبارح طبعا كله تبع اللي هو راحهم وعملوا المسحه الطبيه بتاعهم وهيعملوا المسحه الثالثه ان شاء الله يوم الثلاث اللي اكد فيها الدكتور طبيب الفريق كده اللي هم هيعملوا مسحتهم الثالثه يوم الثلاث. لكن الاستاذ مصطفى منصور بقى هو اللي كان حريص جدا اللي هو يعمل اجتماع كده مع اكتر من حد من قدامى الزمالك ومن مسؤولي صفحات الزمالك امبارح واكد لهم اللي هو يعني على اتم استعداد في العوده كده العلاقات تربط كويسه ما بينهم وما بين اعضاء رابطه وايت نايتس الزمالكاوي ودعاهم كده اللي يكون في اجتماع دوري ما بينهم كل شهر كده عشان يعني يلتفهم حوالين الفريق وحوالين النادي خلال الفتره الجايه. لكن برضو المستشار مصطفى منصور اكد وطالب كل جمهور الزمالك كده اللي هو يرفع لافتات على بلكوناته كده يعني يقول فيها ان الزمالك هو نادي القرن الحقيقي ودوت بقى اللي اكده يعني الكابتن طارق يحيى على قناه نادي الزمالك. لكن برضو المستشار مصطفى منصور اكد بعد الشكوى اللي قدمها الاهلي واللي طالب فيها وزير الرياضه بامتناع الزمالك ورفع الزمالك للافتات نادي القرن الحقيقي، المستشار مصطفى منصور قال يعني ان نادي القرن الحقيقي دوت مش اسم تجاري عشان يتم شكوه الاهلي ضده. واكد المستشار مصطفى منصور اللي هو تم رفع اسم الكابتن حسن شحاته واشرف قاسم والكابتن اشرف قاسم من على صالات نادي الزمالك ومن على الحدائق الموجوده بنادي الزمالك كده غضبا منه كده اللي هم ما لبوش الدعوه بتاعه اللي كان بيطلبهم في الجلسه بتاع امبارح. ووجه اليوم كده اللوم للكابتن حازم امام اللي ما حضرش. لكن بقى النهارده احمد عيد عبد الملك هو اللي كان لي يعني فيديو كده اثر بشكل قوي جدا على كل الجمهور اللي نشره على السوشيال ميديا واللي اكد فيه ان نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. الزمالك ملك افريقيا، الزمالك بطل القرن العشرين، الزمالك اكتر فريق حاصل على بطولات في القرن العشرين، الزمالك اكتر فريق حاصل على بطولات دوري الابطال في القرن العشرين 4 مرات محدش عملها، الزمالك اكتر فريق حاصل على كاس السوبر الافريقي 2 مرات محدش عملها في القرن العشرين، الزمالك اكتر فريق حاصل على كاس الافرو اسيويه في القرن العشرين محدش عملها، الزمالك عنده 9 بطولات في القرن العشرين مفيش اي فريق عملها، فبالتالي الزمالك بطل القرن الافريقي. كل سنه وانت طيب يا زمالك، كل سنه وانت معانا يا زمالك كده، وكل سنه واحنا بنحتفل بيك. لكن بعد بقى على طول ما اعلن المستشار مرتضى منصور تحديد يوم 9/7 الشهر ده ان شاء الله احتفال لجمهور الزمالك بنادي او بلقب القرن الحقيقي، احد كده الحلاقين الزملكاويه رفعوا يافطه عندهم على السوشيال ميديا كده وقال ان هو اليوم دوت هيخصص للحلاقه مجانا لكل جمهور الزمالك ودوت اللي قابله عدد كبير جدا من جمهور الاهلي بحمله سخريه كده على مواقع السوشيال ميديا يعني. لكن لو اتكلمنا بقى طبعا الزمالك النهارده كل لعيبته مضت على تنازل عن نسبه 50% من مستحقاتهم على مدار ال4 شهور اللي فاتوا اللي كان متوقف فيهم النشاط يعني قبل رجوعهم كده للتدريبات. واللي اكد امير مرتضى منصور السبب الاساسي في رجوع للتدريبات هو الاهتمام نادي الزمالك بالبطوله الافريقيه واللي هم هدفهم الرئيسي هو الحصول على افريقيا خلال الفتره الجايه، والنادي الزمالك بقى النادي الاهلي هو احتفال صالح جمعه بشكل قوي جدا بعد عودته للتدريبات وتوسط كده مساعد فايلر ليه عشان ينزل للتدريبات مره اخرى ويعني نشر ليه صوره كده على مواقع السوشيال ميديا وكتب عليها لا داعي للاحتفال. وكان في تأييد كبير جدا من كل جمهور الاهلي واستقبال كبير جدا من كل جمهور الاهلي لصالح جمعه بعد عودته بالتدريبات. الجمهور الاهلي انقسم جزئين، جزء شايف ان صالح هيرجع يلتزم تاني وجزء شايف ان صالح يعني ممكن يستمر في نفس الموال بتاعه وده اللي هيخلي المدير الفني يستبعده. لكن يعني مستر فايلر خلاص عايد المدير الفني الاهلي هيوصل مصر يوم الاثنين وهيخوض تدريبات الاهلي بنفسه يوم الثلاث، وده بقى اللي اكد عليه السيد عبد الحفيظ اللي قال اللي هو متواصل مع مستر فايلر لحد لما يوصل كده عشان يكون تدريبات بشكل رسميه وحاضر فيها في خلال يوم الثلاثة ان شاء الله. النهارده نادي الاسماعيلي اعلن بشكل رسمي بعد عمل المسحه الاولى كده لكل لاعبيه عن اصابه 2 من لاعبته بفيروس كورونا، واكد ان هو هياخد معاهم يعني كل الاحترازات الطبيه عشان ما ينتقلش المرض لاي لاعب من لاعبي نادي الاسماعيلي، واكد ان هو يعني في طريقهم للاستعداد لعوده النشاط مره اخرى. لكن بمناسبه عوده النشاط هكلمكم بقى على يعني الوقت اللي تم فيه الاجتماع ما بين مسؤولي اتحاد الكوره وما بين مدربين الانديه كده، يعني كان كل مدير فني او كل مسؤول بالنادي الحاضرين
الاجتماع كان لهم رد فعل غريب او قرر رد فعل مختلف بعد نهايه الاجتماع على طول، او لما انتهى الاجتماع كان في تأييد كبير جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ بالاجتماع. كانت قاعده مثمره جدا الحقيقه، كانت فكره مهمه جدا اللي رحب بيه هو ومحمود فتح الله كده، اللي اول لما خرج برده يعني اشاد بالاجتماع كده، لكن مستر كارتيرون بقى المدير الفني لنادي الزمالك هو اللي كان حريص اللي هو يخرج كده من الباب الخلفي لنادي الاتحاد الكوره، وركب كده عربيه حمراء وخرج بيها على طول عشان ما يكونش في اي يعني مقابله ما بينه وما بين اي حد من وسائل الاعلام. الكابتن حلمي طولان هو اللي كان بيقول كده بعد انتهاء الاجتماع على طول اللي هو لسه عند وجهه نظره يعني بعدم استكمال الدوري الحي. انا رايي واحد وما بغيروش، انا ضد البدايات دلوقتي وانا ده رايي فني، لكن خلاص كل الانديه او كل يعني الاتحاد الكره المصري اكد ان شاء الله باذن الله هيتم عوده النشاط في شهر يوم 7 ان شاء الله من الشهر القادم، وده اللي بيستعدله كل الانديه المصريه دلوقتي اللي بدات كلها بشكل كامل تنزل للتدريبات. لكن من ناحيه اخرى بقى في استعداد كبير جدا عند كل جمهور الاهلي وجمهور الزمالك ولاعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك ومسؤولي الفرقتين لافريقيا، وفي ترقب كبير جدا من كل جمهور الاهلي خصوصا بعد يعني انتشار اخبار كده ان حكم لقاء الاهلي والوداد هيكون هو بكره جسامه، وده اللي يعني استغربوا عدد من مسؤولي الاهلي واللي هيقدموا بيه شكوى كده، لان طبعا بكره جسامه كان هو الحكم اخر مباراه الاهلي في دوري ابطال افريقيا، ودوت اللي شايفينه مسؤولي الاهلي اللي هو مش هيبقى شيء مرضي خالص او مش هيبقى شيء سليم خالص في اللوائح. لكن طبعا على الطرف الاخر بقى لو رحنا لليفربول اللي عندنا المصري محمد صلاح بيلعب فيه كده، ويعني اللي احتفل بشكل قوي جدا بالتتويج بالدوري الانجليزي بعد غياب حوالي 30 سنه عن التتويج بالدوري الانجليزي، لكن افسد التتويج ده بقى فوز السيتي على ليفربول بنتيجه 4-0، النتيجه الكبيره جدا اللي يعني غفل بيها كده السيتي ليفربول بعد تنظيمه للممر الشرفي كده اثناء قبل بدايه اللقاء. لكن بعد اللقاء اتحول بقى الممر الشرفي دوت لحاله سخريه كبيره جدا على الموقع الرسمي للمان سيتي على السوشيال ميديا، اللي بدا يصخر كده من الهزيمه وبدا يقول لهم يعني كده على غرار فيلم ممر كده البسوا السماوي بيخافوا منه، وبدا على طول يسخروا كده من لاعبنا المصري ويكتبوا على رياض محرز كده اللي دوت فخر العرب الحقيقي، يعني كيد نسى كده باين جدا من كل مسؤولي المان سيتي او من مسؤولي صفحات المان سيتي بعد يعني اخفاقهم كده في حصد الدوري الانجليزي. طبعا حاله سعاده قويه جدا كانت ظاهره على كل جمهور المصري بعد تتويج محمد صلاح باللقب الدوري الانجليزي مع ليفربول. طبعا باذن الله رب الايام الجايه تكون كلها ايام خير على الدوري المصري وعلى كل مشجع الكره المصريه، وباذن الله يرجع النشاط في مصر، وباذن الله يرجع من اول وجديد الروح لكل الملاعب المصريه، وباذن الله يرفع الوباء عن كل عن مصر وعن العالم اجمع باذن الله.